طيب إيمان، حابة أعرف منك أكتر عن إزاي الورشة دي أو الورش دي أثرت في الأطفال بشكل إيجابي، وهل الوقت أو الموضوع بياخد وقت كبير ولا ممكن نحددها في فترة زمنية قصيرة إنه الأطفال تندمج ويبقى عندهم ثقة أكتر في نفسهم من خلال الورش دي؟ هو مبدئيا احنا بس علشان احنا مش بنديهم معلومة، احنا بنحاول نديهم مهارة. فيعني انا مثلا مش بديله طريقة واحد اتنين تلاتة انت هتتعامل مثلا في جزء التنمر ازاي، او بديله زي سكريبت كده المفروض يقوله او كمية معلومات بس هيحفظها. لا، انا بشتغل معاه على مهارة، فالمهارة دي المفروض ان هي بتاخد وقت شوية على ما هو يبتدي يشربها ويشتغل بيها فعلا في المجتمع ومع زمايله. فهي المفروض هتاخد وقت شوية على شوية مجهود، بس يعني ثمارها بتبان بدري. بس عشان نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه الموضوع ممكن ياخد مننا شوية وقت. تمام. طيب.